الفنان عبد الناصر درويش، من هو ومن وين اصله وش قد عمره؟ ليش طلب منه الدكتور انه يخلع اسنانه كلها؟ شنو الجنسيات اللي حصل عليها؟ شنو كان اول اجر استلمه بالتمثيل؟ حظك وبو تشاي وتعال احكي لك. الله بالخير، اللي ما يعرفني انا عمر الرياض وهذا الدكان. منو بينا ما شاف عبد الناصر درويش وما حب ضحكته المشهوره؟ من هو صغير يحب يقلد الشخصيات، وبالثانوية قرر يترك الدراسة ويروح للفن، بس أبوه رفض وقال له خلص الثانوية أو شو تريد سوي. هو الفنان الكويتي عبد الناصر درويش، من مواليد 1958. هو من أصل فلسطيني، عاش وتربى بالكويت، عنده 6 خوات و4 أخوة، طلعوا من فلسطين على سوريا ومن سوريا للكويت، وحاليا أخوته متوزعين بين سوريا والأردن والكويت وألمانيا. بعد ما خلص الثانوية راح للمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج من قسم التمثيل والإخراج، وبالسبعينات اشتغل بوزارة الإعلام الكويتية. كانت بداية الفنية بمسرحية وعاد الأمل، وكان دوره بسيط جدا، يطلع على المسرح يقول كلمة واحدة ويضحك ويرجع يخرج. هو كان متوقع انه التمثيل مجاني وما ياخذ اجر، لكن لما خلصت المسرحية سلموه مبلغ 150 دينار. هو استغرب شلون انطوه فلوس مقابل التمثيل. بعدها دخل عالم التمثيل بالمسلسلات التلفزيونية، واول مسلسل شارك به هو مذكرات جحا، بس شهرته لما شارك بمسرحية الكرة مدورة بعام 88، واللي حققت إلى شهرة واسعة. بعدين بدأ يشارك بالعديد من المسرحيات والمسلسلات، وبدأ ياخذ أدوار بطولة. عبد الناصر درويش بالإضافة لجنسيته الفلسطينية، هو حصل على الجنسيات البوليفية والسورية والإماراتية، وحاول يحصل على الجنسية القطرية لكن ما حصلها. أسس هو ومحمد الرشود وعبد الرحمن العقل وانتصار الشراح ومحمد العجمي جروب فني مسرحي. ظل عبد الناصر يتنقل بين الكويت وألمانيا والإمارات، وعاش 3 شهور بألمانيا، عاش ببيت اللي تسكن به أخته، وهو يربي دواجن ويتعلم هناك اللغة الألمانية. بعد ما تخرج من المعهد أسس فرقة مسرحية ويا مجموعة من الكتاب والمخرجين والمنتجين المسرحيين، وحصل على أول أجر إله اللي هو 150 دينار كويتي. عبد الناصر ما تزوج وقال السبب نصيب وما لقى بنت الحلال اللي تناسبه. من المواقف الحزينة اللي مرت بيه هو مرة اتصلوا بيه وقالوا له خبر وفاة أمه، اتفاجأ من الخبر وحزن وظل يبكي عليها. ومن المواقف الصعبة اللي مرت بيه كان يعاني من ألم بأسنانه أو لثة، راح على الدكتور وشافه وقال له اخلع أسنانك كلها حتى ما يصير بيك سرطان اللثة. عبد الناصر ما تردد وخلعهن كلهن، وسوى حفلة وداع الأسنان وخلى مكانهن أسنان تركية. هو يسوي عمل واحد كل سنة، وقال لو ردت تقديم أكثر من ذلك لفعلت، لكن سيكون بغير قناعة. تعرض لبعض الانتقادات، ومنها انتقاد تعرض إلى الدورة بمسرحية طار الوزير، وكان دوره رجل دين، لكن الشركة المنتجة للمسرحية وضحت سبب تأديته للدور وقالوا هنالك شخصيات يتسترون وراء شكل رجل دين، وعبد الناصر أدى الدور حتى الناس تعرف مثل هذه الشخصيات. ومرة وجه واحد من مشاهير اليوتيوب بالسودان وجه نقد قاسي لعبد الناصر وحسن البلام بعد تقليدهم الساخر ببرنامج بلوك غشمرة. ويعتبر عبد الناصر درويش واحد من أكثر الفنانين أجور بالساحة الفنية. يقول الفنان مبارك المانع عبد الناصر درويش من أول يوم تصوير يدخل جاهز بكاركتره وإفهاته، وخوفني لأن من أول مشهد هو داش جول وما تعرف شنو راح تسوي وتقنع الناس بعد دخوله للتصوير. بعام 2006 وبعد مشاركته بمسرحية يواش يواش أعلن توقفه عن المسرح، وسنة 2016 رجع ممثل مسرحيتين وانعرضت بقطر. من أعماله مسلسلات تلفزيونية ما ممكن ننساها مثل مذكرات جحا، بدر الزمن، إلى من يهمه الأمر، مدينة الرياح وغيرها، وأيضا مسلسلات إذاعية، وقدم دور سالم بمسلسل الشكاك سنة 94،
وبالسينما فيلم طرب فاشن سنة 2006 وغيرها وغيرها من الأعمال. وبالمسرح قدم العديد من المسرحيات منها فرسان المناخ، المتوحشة، الشاطر حسن، محاكمة علي بابا، الكرة مدورة وغيرها. وقدم برنامج بودروش تايم بإذاعة الإمارات FM وقدمه بعدد من السنوات. عبد الناصر إلى 3 تجارب بالإخراج وبالتحديد مساعد مخرج بسهرات تلفزيونية هم أيام ضائعة، أوراق الخريف، ومسلسلة عائلة فوق النور ساخن. وحصل على العديد من الألقاب منها سيد المسرح، الجوكر، أسطورة الكوميديا. هاي كانت بعض المحطات بحياة الفنان عبد الناصر درويش، واللي عنده معلومات أكثر يا ريت يذكرها إلنا. ونذكركم تابعونا على قناة سامراء الفضائية، ولا تنسون تتابعونا على الفيسبوك واليوتيوب، واسمحونا نقفل الدكان ونشوفكم على خير.